السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الرابع الابتدائي. إن شاء الله النهاردة هنكمل الدرس بتاعنا اللي إحنا بدأناه، درس المجموعة الشمسية. في الفيديو اللي فات عرفنا على الكواكب وعرفنا تقسيم الكواكب وعرفنا أسماء الكواكب وعرفنا صفة كل كوكب من الكواكب. النهاردة هنتكلم عن المجموعة الشمسية اللي هي بتضم الكواكب دي كلها. من اسم الكلمة المجموعة الشمسية، مكونات المجموعة الشمسية عندي دي يا أولاد، أول حاجة عندي بتكون منها من اسمها أول حاجة الشمس. أول حاجة بتتكون منها المجموعة الشمسية الشمس. تاني حاجة عندي الكواكب، تاني حاجة الكواكب. تالت حاجة الأقمار، تالت حاجة بتتكون منها المجموعة الشمسية الأقمار. رابع حاجة عندي أجسام أخرى، أجسام أخرى حاجات تانية موجودة في المجموعة الشمسية، هنتعرف على أسمائها في نهاية الفيديو بتاعنا. نيجي لأول حاجة عندي الشمس. الشمس لو جينا للمجسم اللي موجود عندي حضراتكم ده وبصيت عليه، هو ده نموذج بتاع المجموعة الشمسية اللي عندي يا أولاد اللي إحنا عايشين فيها، اللي إحنا جزء منها. لو بصيت كده على النموذج اللي عندي هلاقي إن الشمس تقع في منتصف المجموعة الشمسية، قلب المجموعة الشمسية الشمس. وليكن الشمس دي يا أولاد عاملة زي الأم اللي هي إيه؟ لما حواليها الأولاد، أولادها هم مين؟ الكواكب اللي عندي، الكواكب دي هم اولاد مين؟ المجموعه الشمسيه. فالمجموعه الشمسيه يبقى الشمس تقع في منتصف او في مركز المجموعه الشمسيه، وهي اكبر النجوم، وهي اكبر النجوم الموجوده عندي، اكبر جسم موجود عندي في المجموعه الشمسيه هي الشمس. لو جيت بصيت للنموذج اللي عندي، بص الكواكب عامله ازاي حوالين الشمس والشمس عامله ازاي. يبقى اول حاجه هي نجم، الشمس نجم. علل ليه الشمس تعتبر الشمس نجم؟ لانها تشع ضوء وحراره. طيب الشمس اقرب النجوم لينا، لذلك نرى حجمها كبير. يجي يقول لي علل عندما ننظر الى الشمس نرى حجمها، يتبين لنا ان حجمها كبير. ليه؟ لانها اقرب الكواكب، لانها اقرب النجوم الينا، اقرب نجم لينا هي الشمس. يبقى الشمس نجم ليه يا اولاد؟ لانها تشع ضوء وحراره، تقع في مركز المجموعة الشمسية، أكبر النجوم المجموعة الشمسية. طب وإحنا ليه بنشوفها كبيرة يا مستر؟ لما نيجي نبص للشمس مثلا نراها كبيرة الحجم. ليه؟ لأنها أقرب النجوم إلينا. بعد كده عندي حوالين الشمس عندي أهو زي ما إحنا شايفين عندي أهو الكواكب، اتكلمنا عنها في الفيديو اللي فات وعرفنا تقسيم الكواكب وإن الكواكب هي أجسام معتمة تدور في مدارات محددة حوالين الشمس، وهم 8 كواكب عندي موجودين في المجموعة الشمسية. وعرفنا صفات كل كوكب من الكواكب، وعرفنا مين أقرب كوكب للكواكب اللي هو عطارد وأبعدهم نبتون. وعرفنا إن كوكب الأرض بتاعي هو كوكب الحياة، وعرفنا إن كوكب الزهر هو الكوكب الإيه؟ أجمل الكواكب، وعرفنا إن كوكب المريخ يسمى بالكوكب الأحمر، ليه؟ لأن معظم التربة بتاعته يوجد بها عنصر الحديد، وعرفنا بعد كده أكبر الكواكب عندي هو المشتري، تمام كده يا أولاد؟ دي مجمل الإيه؟ الكواكب. طيب يا مستر في إيه تاني أنت اتكلمت عنه؟ يبقى قلنا أهو الشمس أول مكون من مكونات المجموعة الشمسية عندي الشمس. تاني مكون عندي الكواكب، وعدد الكواكب الموجودة عندي 8 كواكب، 8 يا ولاد 8 كواكب. تالت حاجة عندي الأقمار. لو جينا بالليل وفي نص الشهر العربي يعني مثلا كان من إيه؟ من حوالي 4 أيام كده، وبصيت في السماء هلاقي إن عندي في جسم منير موجود في السماء بالليل، وده اسمه إيه يا مستر؟ ده اسمه القمر، اسمه إيه؟ القمر. لو جينا نعرف القمر، القمر هو عبارة عن إيه؟ هو جسم معتم. جسم معتم، يعني ايه معتم يا مستر؟ يعني هو لا بيضيء ولا بيطلع ضوء ولا حاجه، بس هو بيعمل ايه؟ يدور حول الشمس، يدور حول كوكب الارض، بيدور حول ايه؟ كوكب الارض، يعني هو موجود معانا احنا في كوكب الارض، بيدور في فلك حوالين ايه؟ حوالين الارض. اول حاجه، اول ميزه من مميزات القمر ان هو جسم معتم، يدور حول كوكب الارض ويعكس ضوء الشمس الساقط عليه اذا نراه منيرا. يا اولاد القمر ده مش هو اللي بيطلع النور، ده القمر ده عامل زي المرايه بيعكس ضوء الشمس الساقط عليه. يجي سؤال يقول لي علم نرى القمر منيرا ليلا، ليه؟ لانه يعكس ضوء الشمس الساقط عليه. ده سؤال مهم جدا وبيتكرر في الامتحانات. علم نرى القمر منيرا لانه يعكس ضوء الشمس الساقط عليه. تعريف القمر تاني هو جسم معتم يدور حول كوكب الارض
ويعكس ضوء الشمس الساقط عليه، لذا نراه منيرا. ودي زي ما انا قلت لك، علم نرى القمر منيرا ليه؟ لانه يعكس ضوء الشمس الساقط عليه. طب ازاي يا مستر بيعكس ضوء الشمس الساقط عليه؟ لو انا تخيلت عندي ان انا مش موجود عندي الكواكب دي كده، وان دي عندي كوره، وجبت كشاف بتاعي، الكشاف الجيب بتاعنا، وجيت ضلمت الاوضه عندي، ضلمتها كويس جدا، هل انا هبدا ان انا اشوف الكوره اللي عندي دي؟ لا يا مستر مش هشوف حاجه. طب جبت الكشاف اللي معايا وولعت ونورت الكشاف، هلاقي ان الكوره بدات ان هي تظهر عندي وتنور. هو ده اللي بيحصل عندي لمين؟ للقمر، ان ضوء الشمس يسقط عليه فالقمر يقوم بعكس ضوء الشمس فنرى القمر ايه؟ منيرا، فيجي يشع عندي الايه؟ الضوء اللي احنا بنشوفه عندي. يبقى القمر تاني هو جسم معدن يدور حول كوكب الارض ويعكس ضوء الشمس الساقط عليه، لذا نراه منيرا. عند النشاط اللي عندي بيقول لي اللي هو اثبات ان احنا ليه بنشوف القمر منير يا اولاد. عندي ادوات اهي، كره صغيره من البلاستيك، ورق فويل، وكشاف جيب. وبيقول لي هغلف الكره بورق الفويل، الكره دي هتمثل ايه؟ القمر. وهقوم باصدار الحكم، دي بقى ليه؟ الجو بالليل. وبعد كده هنبدا بيقول لك ايه؟ اجب عن التساؤلات الموجوده في كتاب الانشطه. بعد كده هنعمل ايه؟ هنبدا ان احنا نسلط الكشاف على الايه؟ على الكره المغلفه عندي ورق الفيل ده، هبدا الاقي ان الكره دي بدات عندي ان هي ايه؟ يظهر ان هي ايه؟ منوره، يبقى هي عكست ضوء الايه؟ ضوء الكشاف الساقط عليه. يبقى الاقمار توابع تدور حول بعض الكواكب. طب يا مستر، هي هو مش في الا كوكب الارض بس هو اللي عليه اقمار؟ لا يا ولاد، في كواكب تانية موجود عليها اقمار، وفي كواكب مش موجود عليها اقمار. زي اول واحد عندي عطارد، لا توجد به اقمار، ما فيهوش اقمار اهو، عطارد لا توجد به اقمار، والزهره كمان ما فيهوش اقمار. يبقى عندي كوكبين ما فيهمش اقمار، اول واحد عطارد، تاني واحد الزهره. ثالث كوكب عندي هو مين؟ الارض. الارض فيه قمر واحد. انت بتشوف انت لما تبص بالليل في السماء بتشوف كم قمر؟ هو قمر واحد يا مصر. طب تعالى بعد اسبوع بص في السماء ثاني، هيطلع قمر ثاني؟ لا، ده هو قمر واحد. يبقى عدد الاقمار الموجوده عندي في كوكب الارض او اللي هي تابعه لكوكب الارض كم كوكب؟ واحد. كوكب المريخ، الكوكب الاحمر يا اولاد، اللي هو معظم العناصر، معظم التربه بتاعت عنصر الحديد. ماله يا مصر؟ في كم قمر ده؟ الكوكب ده فيه اثنين من الاقمار، عدد اثنين من الاقمار. رابع كوكب عندي هو المشترك، اكبر الكواكب واكبر كوكب بيدور حواليه اقمار، فيه 62 قمر. في كام؟ 62 قمر يدور حول ايه؟ في مدار الايه؟ المشترك. بعد كده عندي زحل، زحل فيه 60، زحل فيه كام قمر؟ 60 قمر. بعد كده عندي اورانوس، اورانوس فيه 27، اخر كوكب عندي نبتون موجود فيه 13 قمر. يبقى انا كده عرفت عدد الاقمار الموجوده في الكواكب. عطارد ما فيهوش اقمار، الزهره لا يوجد فيها اقمار، الارض قمر واحد، المريخ 2، المشترك 62، زحل 60، اورانوس 27، نبتون 13. طيب يا مستر، طب انت قلت لي ان في اجسام اخرى هنتكلم عنها في اخر الفيديو. في اخر الفيديو عندي يا اولاد في اجسام اخرى، عندي اربع حاجات موجوده زياده عندي في الايه؟ عن الشمس والكواكب والايه؟ والاقمار موجوده عندي فين؟ في المجموعه الشمسيه، بس هي حاجات ايه؟ صغيره. اول اسم عندي اسمه الكويكبات، تصغير كوكب يا اولاد، يعني عباره عن ايه؟ كواكب بس صغيره، كويكبات. يقول لك ايه الكويكبات؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ من اسمها كده ان هي ايه؟ حاجه صغيره، يبقى هي اجسام ايه؟ صغيره موجوده عندي في المجموعه الشمسيه. يبقى واحد الكويكبات، اثنين المذنبات، اثنين ايه؟ المذنبات، ثلاثة الشهب. لما نيجي بالليل في الليلة صافية كده ونبص في السماء نلاقي ايه؟ نلاقي حاجة زي نظام كتلة من النار طايرة في السماء ونزلت انطفت، دي اسمها ايه؟ شهاب، اسمها ايه؟ شهاب. رابع حاجة عندي اسمها النيازك، رابع حاجة عندي اسمها ايه؟ النيازك. يبقى ايه هي الأجسام الأخرى؟ نحفظها كويس عشان تيجي في أجمل. اجسام اخرى زي الكويكبات والمذنبات والشهب والنيازك، يقول لك تتكون يوجد في المجموعه الشمسيه اجسام اخرى مثل نقط ونقط ونقط، اقول له ايه؟ الكويكبات والمذنبات والشهب والنيازك. يبقى احنا النهارده اتكلمنا عن المجموعه الشمسيه وعرفنا مكونات المجموعه الشمسيه وعرفنا مميزات الشمس وعرفنا ايه اللي موجود عندي في المجموعه الشمسيه اللي هو الشمس والكواكب والاقمار والاجسام الاخرى، وعرفنا عدد الاقمار الموجوده عندي في كل كوكب.
باذن الله سبحانه وتعالى هنتكلم الفيديو الجاي باذن الله هنتكلم عن القمر وحركه الايه الشمس. والسلام عليكم ورحمه الله.